هو في أماكن محرمة موجودة معانا على الأرض، هو الشيطان مخترق العالم اللي احنا فيه ده عن طريق التكنولوجيا، هل الكائنات الفضائية موجودة؟ هل في وجود للفضاء أصلا؟ طيب ما يمكن يكون الشياطين والفضائيين قاعدين في أنتاركتيكا، لأن المنطقة دي منطقة محظورة، أطباق بتطير، مفيش تفسير، تعذيب أطفال، تصوير فيديوهات إباحية، كلها من ألعاب الشيطان. سمعت قبل كده عن بيزنس الموت؟ ما أعتقدش. في الحلقة دي خلينا نناقش مع بعض كل الكيانات الشيطانية ببيزنس الموت. دايما اللاوعي بيدعم اللاواقع، اللاواقع الحاجات اللي ملهاش اسباب وملهاش اي نظريات ملموسه. في محتوى البرنامج ده انا بحاول اجيب لك كل النظريات اللي اتكلمت في حاجات شاذه جدا في قلب العلم ونحاول نفسرها مع بعض. كل يوم بيكون في ناس كبيره وجديدة بيتكلموا في نفس المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها، لذلك بعيد فتح الملفات عن الكائنات الغريبة والكائنات الفضائية اللي موجودة في العالم بتاعنا. اللي انا هقوله ده يعني حديث خاصة، ودايما حديث الخاصة ليس موجود للعامة، فانا عارفة ان في شريحة كبيرة جدا لا تتفق مع اللي انا بقوله او اللي هقوله لسه في كل الحلقات، ولكن أنا استغربت جدا 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 من ردود أفعال الناس على الحلقتين اللي فاتوا. كانوا أنا بمشي في الشارع الناس بتتناقش معايا، وفعلا في ناس بتحب البارانورمال جدا وبيحبوا الحاجات ما وراء الطبيعة والماورائيات وألغاز الكون وفك شفرات العالم والحاجات دي، هم مهتمين بيها جدا. ولكن الفيديوهات دي عشان انتشرت كتير على الإنترنت بقى الموضوع فيه قيل وقال، ده بيتكلم وده بيقول، ده بيعمل وده بيقول حاجات عكس ده، فخلاص اتشتتنا ومحدش بقى عارف الصح فين. الصح فين؟ الصح هنا. ليه؟ لان احنا بنقولك الصح، وخد بالك ان الفضول يدفع للجنون، فلو عاوز تقرب قرب ولكن بحذر، بس لو هتيجي تسألني انا كهبة زياد ما تقربش. اعرف المعلومات كنوع من انواع الاستمتاع، لكن ان احنا نعمل ريسيرش وراها ده طريق ملوش اخر. انا واحدة من الناس جيت عند وقت وقفت قراية ووقفت بحث علمي واكتفيت بالاربعة دكتوراه اللي انا خدتهم وسكت عليهم، لان انا حسيت ان انا لو زودت على كده انا دماغي هتفرقع. وبدأ لما اجي اعرف معلومة ببقى عايز اعرف اللي وراها واللي وراها واللي وراها، خلاص ده طريق كبير جدا و محيط عميق قوي 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 ملهوش قرار. ولكن خلينا نتكلم بقى على الحاجات المثيرة للجدل ما بين الناس كلها، كله بيسأل هي في كائنات فضائية؟ هي في كائنات تحت الأرض؟ طب هم الشياطين معانا؟ طب هي الشياطين فين؟ طب ما ربنا قال لنا في كل الأديان ان الشياطين موجودة والجان موجودين والمرضى موجودين، وفي فيديوهات موجودة على الانترنت تثبت ان في كائنات فضائية آلينز موجودين. في اللي طلع قال ان هي افلام امريكية، وفي اللي طلع قال ان هي جرافيك، في ناس بقى ابطال دبابات جرافيك طلعوا قالوا لا ده مش جرافيك. خلاص الناس وصلت لمرحلة من الحيرة. طيب هو انا هستفاد ايه اصلا لما اعرف ان في كائنات فضائية؟ ما تيجي الكائنات الفضائية ولا ما تجيش؟ لا، ما ممكن يكون في هنا خطر. خلينا نبدأ مع بعض ونقول ان كان في عالم اسمه تومسي جود. العالم ده نشر كتاب خطير جدا 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 اسمه ابوف تو توب سيكريت. قال فيه ايه بقى؟ قال ارجوكم محدش يتعرض للكائنات دي، وكان راسم رسومات جوه الكتاب، لان احنا بكل ما نملك من قنابل ذرية وهيدروجينية ونووية فهي بالنسبة لهم لعب أطفال مقارنة باللي هم يمتلكوه، فيما معناه
ان في كائنات غيرنا عايشه على الارض ومحظور علينا الاقتراب منها. وهاكد لسعادتك بالادله. ايه الادله بتاعتي اللي ممكن تبين ان في كائنات غيري عايشه؟ هي على فكره مهمه، لان هم لو بيشكلوا خطر فدي هتبقى اباده بشريه، وانا كرساله اعلاميه واجب عليا احذر سعادتك عشان نتوخى الحذر من الناس دي، يمكن يكونوا بيشكلوا خطر على استمرار البشريه. في مصر القديمه برديه تم ترجمتها في علم الحفريات اثناء حكم تحتمس الثالث وقت تاسيس الامبراطوريه بتاعته، والبرديه دي دلوقتي موجوده في الفاتيكان. قال فيها ايه؟ قال ان في السنه 22 من حكمه في فصل الشتاء شاف في سماء البلاد بتاعته أجسام دائرية لونها فضي ولامعة، شافها هو والجيش بتاعه، شاف الأجسام دي ولاحظ إن هي كتير جدا ومتشكلة على شكل دوائر. قام بتسجيل هذه الظاهرة النادرة برسومات على البردية دي. هل في شواهد أخرى تقول إن في عهد أي ملوك تانية حصل الكلام ده؟ في عهد الملك شار لمان في القرن 19 الميلادي ظهرت مركبة فضائية وطلع منها ناس، قالوا وقتها إن الناس دي شكلها غريب وبتسبح في الهواء بيطيروا، ورجعت مرة أخرى واختفت. طيب هل في معلومة أكيدة بقى دلوقتي حالا؟ ما الناس دي كلها ماتت وكل اللي موجود ده برديات وكتب ورسومات، وممكن أنا اقتنع غيري ما يقتنعش. طب هل في حاجة في قرن حديث حصلت؟ في القرن 19 حادثة مشهورة جدا 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 شافها آلاف الإيرانيين في إيران، شافوا مركبة فضائية موجودة في سماء إيران وتم تسجيلها من قبل عمال الرادار، وتم تسجيل ووزير الدفاع بنفسه شافها من بلكونة بيته. الحادثة دي اتذكرت بالتفصيل في أماكن كتير قوي وفي كتب خطيرة جدا، وألاف الإيرانيين اللي منهم ناس جدودهم ما زالوا موجودين ومدونين للحاجات دي. وبعدين بعد ما قلنا ان في مثلا ممكن تكون في كائنات غيرنا، طب ما هي الاديان قالت ان في كائنات غيرنا، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في كتابه ان احنا اول خلق الله على الارض؟ لا، هو احنا ممكن نعمر الارض، خلقنا لنعمر الارض، اذا الارض كان فيها فساد زي ما الملائكة قالت، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن في الأرض كان في سفك دماء. ابن كثير كان ليه رأي في الموضوع، قال كان عايش على الأرض قوم اسمهم الحن والبن، فربنا خلق الجان ليطيح بهم، وفضلوا الجان موجودين على الأرض لحد ما احنا اتخلقنا ونزلنا عشنا على الارض، ومن هنا جاءت البشرية. الكائنات الفضائية معلش رأيي الشخصي، حضرتك عايز تقتنع بيه اقتنع، مش عاوز تقتنع بيه، في مليون موقع موجودين على الاوبن ويب يثبت كلامي ويثبت عكس كلامي. فأنا كل اللي بعمله معاك إن أنا بنور لك حتة من مخك، بس مش لازم تقتنع برأيي، ممكن تجمع رأيي ورأي فلانة ورأي فلان ورأي مع الإنترنت وتجمع رأي جديد جواك وتقوله لنا وتشاركنا بيه. مش بالضروري إن أنا بقولك حاجة مسلمة، لا، أنا بعرض عليك اللي أنا جمعته وعملت فيه أبحاثي ووصلت له في الآخر، فبعمله كرسالة إن أنا بوصلها لحضرتك. ف
فنيجي بقى للمواضيع الخطيرة اللي بيعملوا عليها فيديوهات كبيرة اللي هو محتوى برنامجي. أنا مش هسمح إن حد يفتري بكلام أو يقول كلام. عارفين والله العظيم تلات أرباع محتويات اللي بيعملوا بارانورمال وماورائيات وألغاز كون اللي موجودين على السوشيال ميديا هم عاملين ده عشان مشاهدات وعشان ريتش وعشان أنا لازم أعمل حاجة out of the box وأعمل حاجة تبقى غريبة والناس تتشد ليها. والله ده الدافع بتاعهم. هو يعني عايز ينورك؟ هو عايز يخليك؟ لا، هو عايز وتجيل وتسأله سؤال واحد بس. يعني حد كان بيتكلم عن حاجة خاصة بالعلم والإيمان، فبقول له طب قول لي اسم الرسول كامل إذا كنت تدعي الدين يعني قوي. طب القرآن كتب بعد وفاة الرسول بكام سنة؟ عارفش يرد عليا. نرجع لنقطة الكائنات الفضائية. السؤال هنا بيقول الشمس والقمر بيتحركوا ازاي؟ ونبدأ نخش في حتة هي الأرض مسطحة ولا كروية ولا الأرض مقعرة. طب القرآن الكريم قال إن في 7 أراضي موجودين، ده ينفي إن موجود لب الأرض والطبقات القشرية للحديد والنحاس وي وي وي. أنا شايفة إن بدل الكلام الكتير لو كنا عملنا رحلات استكشافية العالم كله يحط إيده في إيد بعض كده ونعمل رحلات استكشافية تدون بالصوت والصورة. عيب لما ببقى في 2024 وعندي كل التقدم ده من الانترنت، من الكاميرات، من العاملين عليها، من الناس المثقفة، من العلماء، وإلى الآن لما أجي أناقش موضوع خطير أرمي الاستناد على كتب قديمة تكاد مش موجودة، لأن في كتب تم تحريمها وفي كتب اتعدمت. انا بجيب لك منها ساعات معلومات، ولكن حتة ان انا اوصل للمية في المية دي انا مش واصلة لها. طب ليه؟ عشان زمان لما كانوا بيتكلموا عن الحاجات دي والحكومة النازية وان هم دخلوا في جوف الارض وهتلر بنفسه شاف وعمل بناء عليه وانتحر، لا ما ماتش، واكتشفوا ده عن طريق الاناتومي لما جم يشرحوه. محدش يجزم على الكلام ده، وما تجيش تقول لي الله اعلم. الله طبعا اكبر واعلم بكل حاجه، بس انا في زمن الصوت والصوره ما اروح بعيني اشوف، ما اروح انترتيكا اشوفها فيها ايه، الجدار الجليدي ده وراه ايه. الله ما كون سرب، ما نعمل اتحاد للقارات علمي يطلع اكتشف السماوات وانا اكتشف الارض وانا اكتشف المقوله ان احنا عايشين في ارض لا نهايه لها. ما نشوف ايه صحه الكلام ده. ليه انا لحد النهارده بتكلم في فرضيات وانا في ايدي اعمل حاجات كتير؟ انا شايفه ان العالم موجه لحاجات تانية، وعشان نيجي حد يتكلم يقول لك عايز تطلع عن المألوف، كيانات ماسونية، كيانات شيطانية، يوسوس لهم الشيطان، أصل العلم موجود مش عارفة إيه، وأصل الملك فلان، وأصل العلم فلان، أصل حضارة المايا اختفت فجأة عشان هما كانوا مسميين نفسهم حراس الأراضي السفلية. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ نقش على الجدران، برديات قديمة، ناس ورثوا الكلام. طب ده كلام بعد ما كل اللي احنا وصلنا له من تطور ده كلام. كوريا عندهم تقدم طبي عظيم، ولكن حكر على كوريا، محدش ليه اتكلم عن الموضوع ده، محدش ليه راح معاهم عمل تفاوض. عندهم أجهزة تشتغل بالخلايا الجذعية، يخلعوا سنة درس يتحط في جهاز شبه العين، شفته بعيني، جهاز شبه العنكبوت
الجلسه كانت وقتها الكلام ده مش فاكره كان من كام سنه، الجلسه كانت ب $200,000 وقتها، قعدت احسبها شخص يقعد 24 ساعه جوه الجهاز، خف من اللوكيميا والله العظيم. فانا يعني هي الاجهزه دي ايه؟ عارفين بقى الاجهزه دي لو دخلت الوطن العربي هيطلع لك كام واحد كده يقول لك سحر وشعوذه. لا وجود للسحر ولا وجود للشعوذه ولا وجود لاي حاجه خارج المنطق، كل حاجه ليها سبب، احنا بس المتكاسلين شويه وعندنا قدر صغير من الوعي. انا مش بقول ان احنا نوصل لعالم الوعي الكامل لان النور الزياده بيعمي، ولكن احنا عندنا كل الاكويبمنتس اللي تخلينا نعرف الحقيقه. انا في الحلقه دي مش هطول عليكم كتير، كل اللي انا عاوزه اقوله في الفقره دي انا بوجه مناشده قويه لكل من يهمه الامر، عايزين رحلات استكشافيه لكل الملفات اللي ما اتقفلتش لحد النهارده، لكل لغز في الكون، لكل سؤال عليه 1000 علامه استفهام والكل طالع يفتي واحنا ما عندناش دليل حقيقي. عايزين دليل حقيقي بالصوت وبالصوره لان احنا دلوقتي متطورين جدا. نطلع فاصل ونرجع نستكمل حديثنا بس من زاوية تانية. اهلا بيكم مره تانية. خلينا دلوقتي نتكلم عن حادثه بشعه جدا. طفل عنده 15 سنه اتقتل على يد عامل. القصه خلصت هنا؟ لا ما خلصتش. طلع احشائه وقام صوره وعمل فيديو وعرض الفيديو ده على الدارك ويب وعرض الاعضاء دي للبيع. طبعا احنا في مصر مقفول علينا الدارك ويب. هي بس في معلومه هنا مغلوطه عند الناس كتير قوي، هو بقى اسمه دارك ويب عشان هو متاح عليه كل حاجه، ولكن هو في الاوبن ويب. احنا عندنا هنا في الوطن العربي قدر معين من الانترنت، يعني لو حضرتك كتبت سؤال على جوجل دلوقتي جوه مصر او جوه اي بلد عربيه هيديك اجابات. اسأل نفس السؤال في دولة مثلا زي أمريكا هيجيب لك إجابات مختلفة خالص، عشان لأن بره open web، لكن إحنا عندنا حاجات محظورة كمجتمع إسلامي أو مجتمع يخاف الله. فالدارك ويب ده عليه حاجات كتير جدا جدا جدا، وعشان تقدر تخش عليه طبعا لو ما كانتش الناس بتخاف تخش عليه كانوا بقى إيه الأشقية بقى والأندر إيدج كانوا دخلوا عليه. قالك ان انت ممكن تتجاب من الاي بي بتاع الجهاز بتاعك، يعني انا في لينك معين ده هيدخلني على الاوبن ويب، لو دخلت عليه بيرصدوا الاي بي بتاعك وانت بتبقى معرض للقتل، للسرقه، لحاجات كتير جدا جدا. هي شبكه غامضه موجوده على الانترنت فيها برمجيات واليات مختلفه وفيها كل حاجه تحبها، بيع أسلحة، شبكات مظلمة، تجارة للممنوعات وكل حاجة. ولكن نوصل لمرحلة إن إنسان يتقطع ويتحط في فيديو للبيع والفيديو جايب مشاهدات عالية، هي الناس اللي كانوا بيتفرجوا دول ولا الناس اللي عايزة تشتري دي ولا إيه 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 بني آدمين يعني، ولا هيعملوا بيهم ايه يعني؟ وليه الناس بقت دمويه؟ اللي انا عايزه اقوله ان الشبكات دي دلوقتي بقى ليها شعبيه كبيره جدا، بقت الناس بتدور عليها وعايزه تشوفها. ايه حب الناس في مشاهده الفيديوهات الدمويه؟
هو مين يعني، مين مخترع الدارك ويب ده؟ مين سمح بالكلام ده؟ هم عصابة مافيا ولا هو منظمة ولا يمكن الشيطان بنفسه هو بقى اللي عامل فينا كمية القتل والتعذيب والشذوذ والسرقة ومش عارفة تخش في حاجة فيها هدايا يبعتوا لك راس إنسان في بوكس ايه ده؟ أي حاجة تدور في بالك من شر هي موجودة على الدارك ويب ده. طبعا الحاجات دي لا تجوز شرعا، حرام قانونا. الجزء البعيد من الانترنت مظلم. اللي خلانا نتكلم عنه النهاردة الحادثة الشنيعة والاهتمام العارم اللي الناس بقت بتهتم بيه في الحاجات دي. الناس بتدور على الفيديوهات دي. احصائيات الانترنت بتقول ان بقى فيه اهتمام عالي قوي من الناس للحوادث وان هم يتفرجوا على الحوادث. حصلت في مصر حادثتين على فكرة من نفس النوع، يبقوا ناس واقفين بيتكلموا عادي وهوب واحد يطلع سلاح من جيبه يحش رقبة اللي قدامه ويمسكه من شعره ويقعد يضحك ويجري بيه في الشارع. والله العظيم مرتين في نفس الشهر بدون سابق انذار. هل دي حاجة تقول لنا ان دول زومبيز بس موجودين؟ هل مخدر اللي حذرنا عنه قبل كده، مخدر الفطريات، بقى موجود؟ احنا عارفين طبعا ان في ناس كتير بتتعاطى مخدرات، ولكن في نوع من المخدرات يصنع من الفطر. الفطر بيحافظ على الانسان صاحي وحي عشان يستحوذ على جميع خلايا مخه ويحافظ عليه يعني كأحشاء عشان يبقى إنسان حي قدامك كده، ولكن بدماغ الفطر، فيخليه بقى يقتل يعمل حاجات غريبة. احنا داخلين على ايه؟ داخلين على عصر زومبيز زي ما شفنا في الأفلام، شفنا في كل الأفلام الإنجليش حاجات كتير من الشكل ده. هل بقى الزومبيز اللي عملوا الحاجات دي موجودين بس لسه شكلهم كويس؟ مع التطور بقى هيبدأوا يبقوا نفس المناظر اللي احنا شفناها. انا مش عارفة المشكلة من فين. المشكلة من تواجد المواد المخدرة ولا قلة الوعي ولا قلة احتضان الأسرة ولا قلة العلام ولا كره الناس في الحياة ولا الكسل اللي بيولد الفقر فيخليك دايما ناقم على عيشتك، فتبقى عايز بقى تروح تتمرجح في حتة تانية وتسافر في كل مكان وزمان وانت قاعد في مكانك عن طريق المخدرات، ويقولك انا راضي بالفقر. قليل من المخدرات هيخليك تشوف الحياة رتمها سريع وجميلة وسعيدة. انت انسان فاشل وضايع ونهايتك عشماوي، وهتبقى مثال آثم في المجتمع، ملكش لازمة، عبيط، واهلك هيستعروا منك. اقسم بالله انا مرة شفت بعناية اهالي، انا حتى قلت لهم انتوا هتكفروا. كان ابنهم بيحاول الانتحار وعملية الانتحار فشلت. الام والاب قاعدين بيلوموا ربنا انه ليه ما خدهوش، جابوه الدنيا، من كتر ما هو بقى مؤذي، من كتر ما هو بقى حاجة فظيعة. طريقك ضلمة، انت مش في طريق اصلا، وتوصل لمرحلة انت تقتل
بدون وعي، وفي بقى اللي قتلوا اهاليهم. انا بس انا ماليش في الحوادث، انا مش برنامج حوادث، ماليش في الكلام ده. انا حكيت لك الحكايه دي دلوقتي عشان اوصل لك عظه. لو انت ماشي في طريق زي ده ارجع ارجع ارجع. القتل اتكلمنا عنه في حلقه قبل كده، من السبع موبقات، يعني ما انت شامم ريحه الجنه، لا جنه الدنيا ولا اخره، خد بالك. هتوصل ان انت تبقى انسان ضايع فاشل ليس لك قيمه، اهلك هيستعروا منك، ولما تموت جهنم وبئس المصير، مع ان كان في ايدك تبقى حاجه جميله قوي. على فكره اقول لكم على معلومه، مخدرات مثلا كلها بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على غده جوه الدماغ اسمها الدوبامين، بتفرز الدوبامين. ايه الدوبامين ده؟ يعني السعاده. بص انا مش بتكلم بصيغه علميه دلوقتي، لان انا عايزه اخاطب كل الفئات، فانا عايزه حضراتكم كلكم تفهموني، فانا هتكلم معاكم عادي. انا مش بخاطب اطباء دلوقتي عشان ما حدش يجي يقول لي قلتي دي، انا بتكلم ناس عاديه جدا عشان تفهموني. غده السعاده تفرز دوبامين، فهو يبدا يحس ان هو مش ملوش لازمه ايا كانت مشكلته، فيبدا ياخد مخدر، فالدوبامين يزيد 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 يزيد، فيفضل يزود ويعلي الدوز ويعلي 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 الى ان يقف الافراز الطبيعي من غده السعاده، وتبقى هي تعودت ان السعاده بتجيلها من ايه؟ من بره. يجي المعلم اللي بياخد ده، لو بطل ياخد الدوز او ما خدهوش او مش لاقي او تيجي اعراض انسحاب القلب، يفادي الجسم بنفسه، يبعت اخر شويه دم للمخ، هب رغاوي بيضة، يقع على الارض، يتشنج على شكل دايره، ياخدوه على القرافه. وهيقول لك ايه؟ مات اوفر دوز، موتة عار يا اخي. الله يرحم اللي ماتوا بالشكل ده، ألف رحمة ونور عليهم. ولكن أنا عايزة ألحق اللي موجودين دلوقتي، اوعى تكون نهايتك كده، ارسم نهاية سعيدة، خزائن الله واسعة. خد بقى المعلومة الجديدة اللي أنا عايزة أقولها لك. شفت الدوبامين اللي أنت عشان وكترت في الدوزات؟ لو جيت اتمرنت جيم، تمام، دلوقتي مثلا قدامنا شخص اهو مختار، الدوبامين عنده بيفرز بشكل طبيعي، جميل. لو راح الجيم وبدا يلعب ويتمرن، الماسلز لما بتيجي تتحرك من مكانها بتدي اشاره لغده في الدماغ، فتخليها تفرز دوبامين اكتر. فدايما تلاقي اللي بيلعب رياضه مبتسم عن التاني اللي جسمه مترهل ومهموم ومش طايق نفسه ووشه مسود وبتاع، تلاقيه قاعد عامل كده، انما التاني مبتهج. ليه؟ الدوبامين عنده زياده. الدوبامين طبيعي، ربنا خلق لك سعاده حقيقيه اوريدي موجوده عندك بنظم معينه. طب انا عاوز ازودها اكتر، العب رياضه. عمرو دياب دايما نضارة، ابتسام، مروق دماغه. ليه؟ قولك انا بقطعش جيم. اي لقاء مع اي شخص ناجح في اي مجال في الدنيا هتلاقيه بيلعب جيم. ليه؟ اتعود، لان بقت السعادة دي ما بتجيلهوش غير لما يحرك عضلاته. حركة العضلات مع الانسجة بتفرز السعادة. جرب تعمل ده اهو، تقدر تعمل ده بشكل طبيعي، هيبقى شكلك احلى، دماغك هتنور اكتر، صحتك هتبقى احسن، هتبعد عن اي حاجه وحشه ممكن تسبب حاجه. حاجه اخيره، ذكري لحادثه شنيعه زي دي عشان احذر سعادتك، ان انت تخلي بالك على نفسك وتخلي بالك على اطفالك بيتفرجوا على ايه في التليفون وبيتفرجوا على ايه في التلفزيون.
انا يجيب فيديو لفيلم رعب والعيال قاعدين بيتفرجوا عليه فبيشوفوا قطع الاحشاء فيضحكوا. يضحكوا ايه يعني؟ انت بتربيهم ان لما تيجي تقطع الدراع ده ولا تيجي تقطع الودن دي ده بيضحك؟ ده انفلات. خلي بالكم على اطفالكم، لان كل راعي مسؤول عن رعيته. حضرتك مسؤول عن الجيل اللي جاي، وهما هيبقوا مسؤولين عن الجيل اللي بعده، فهيبقى حسابك وخيم. وخدوا بالكم يا جماعه ان اي حد بيمشي في طريق غلط نهايته الموت. وده اللي كان اسمه بيزنس الموت، اللي الناس بقت اللي معظم الناس بقت مؤخرا بتتاجر بيه ظنا ان هيجي لهم منه فلوس. لو انت حلمك فلوس فانت انسان بلا حلم، لان الفلوس سلعه تبادليه. وده موجود بدليل ان في ناس بتورث مليارات بيضيعوها في يومين، ما عندهمش ان يستثمر فلوس، انه يحافظ على القرش، انه يبقى عارف يعمل ايه بالفلوس دي. فاحنا ككائن بشري حضرتك محتاج تعرف حاجات كتير، ازاي تعيش، ازاي تخاف على اللي منك، ازاي تعرف تجيب فلوس بطريقه مشروعه، ازاي تبقى عايش انسان كويس تصدر للكون طاقة إيجابية، عشان كمان الكون يصدر لك طاقة إيجابية ونعيش كلنا في سلام. أتمنى يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم وتكون استفدتوا منها. أشوفكم الأسبوع الجاي على خير. كنت معاكم هبة الزيادي.